وما واجبات الحج وما هي سنن الحج ليحقق قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله حتى يكمل حجه، لأن تكميل الحج فرع عن معرفته والتفقه في أحكامه. فالحج له شروط وهي خمسة كما تقدم، وله أركان وهي أربعة كما سيأتي، وله واجبات وهي سبعة كما سيأتي، وله سنن وهي كثيرة يأتي الإشارة إلى شيء منها. فمضى الحديث عن الشروط، وهذا الموطن فيه حديث عن أركان الحج وأركان العمرة. هنا ينبغي أن يعرف الفرق بين الركن والواجب. الركن والواجب، قال أركان الحج هي التي يجب الإتيان بها ولا يكفي أن يؤتى بشيء بديل بدلا عنها، وواجبات الحج هي أشياء لا بد من الإتيان بها لكن إن لم يتمكن هناك بديل، هناك بديل عنها يجبرها. يعني مثلا لما تنظر في الصلاة، الصلاة لها أركان ولها واجبات، الصلاة لها أركان ولها واجبات، هل إذا ترك الإنسان ركن من أركان الصلاة يصح أن يجبره بسجدتين؟ أما إذا ترك واجب فإنه يجبر بسجود السهو. الحج مثله تماما، الركن لا بد من الإتيان به لا يجبره شيء، الركن لا بد من الإتيان به لا يجبره شيء، لكن واجبات الحج وهي سبعة كما سيأتي إذا لم يفعل أو لم يتمكن من فعل شيء منها، ترك نسكا من هذه الواجبات، فإن عليه دم. في الصلاة يجبر بماذا؟ بسجدتين، وفي الحج يجبر بذبيحة. ترك الواجب في الصلاة يجبر بسجدتين، وفي الحج يجبر بذبيحة، كما في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما، يعني ليذبح ذبيحة اللي في مكة لفقراء الحرم. ما المقصود بقول ابن عباس من ترك نسكا؟ هل مراد به الأركان؟ الأركان ما يجبرها شيء لا بد منها. هل المراد السنن؟ السنن من أتى بها أجر ومن لم يتمكن لا ليس شيء. إذن هذه خاصة بماذا؟ بالواجبات. من ترك نسكا أي ترك واجبا من واجبات الحج، من ترك نسكا أي ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، أي شاة فليهرق دما أي يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم. وهذا الدم يسمونه دم جبران، يسمونه دم جبران. لماذا؟ لأنه يجبر، فائدته أنه يجبر هذا النقص بترك النسك. العمرة لها ثلاثة أركان، العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام الذي هو عقد النية، والطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة. والحج له أربعة أركان، هذه الثلاث التي في العمرة ويزيد عليها الوقوف بعرفة. إذن العمرة أركانها ثلاث: الإحرام والطواف والسعي. والحج أركانه أربع: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة، قال والإحرام، قال حفظه الله: والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. قال والإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك أي النسك الذي أراد الدخول فيه عمرة أو حجا أو قارنا لهما جامعا بينهما، فلا بد أولا من نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يعد أصلا جامعا في كل أبواب الفقه، في كل أبواب الفقه، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة إلى غير ذلك. لابد من هذا الأصل، لابد من هذا الأصل، إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال أي معتبرة بنياتها، ما الذي نواه؟ الآن لما يصلي المرء ركعتين نافلة أو ركعتين فريضة، الذي يميز بينهما النية، النية يميز فيها بين العبادات وبين العبادات والعادات. الآن لما يغتسل الرجل للنظافة ولما يغتسل للطهارة، فرق بين الغسلين، والذي يميز بينهما النية. العمل قد يكون واحد تماما لكن الذي يفرق بينهما النية. فالنية يميز فيها بين العبادات وبين العبادات والعادات، والنية أيضا تتميز بها العبادة بأن تقع لأجل الله مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الميقات أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، هذا الإخلاص، وهذا مطلوب في كل عبادة. وأيضا أهل بالنسك الذي أهل به صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرن بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. قال الإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، إلا بحصول النية في القلب، بمعنى أن يعقد في قلبه النية بالدخول في النسك. وهذا الذي عقد النية في قلبه عليه إما أن يكون تمتع أو يكون قران أو يكون إفراد، واحدة من هذه الثلاث. الذي يعقد النية عليه هو واحدة من هذه الثلاث، إما تمتع أو قران أو إفراد. فيشرع له إذا عقد النية بقلبه بالنسك الذي أراد أن يقول ناطقا بلسانه لبيك اللهم ماذا حجا إن كان مفردا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا. وفائدة نطقه بذلك حتى ينضبط عنده ما عقد النية عليه، لأن المسافة طويلة، قد يكون في الميقات مترددا بين الإفراد وبين القران، لكن إذا نطق لبيك اللهم حجا هذا يضبط، يضبط ما عقد النية عليه، يضبط ما عقد النية في قلبه عليه. الركن هنا، الركن هنا الشيء الذي في القلب، هذا هو الركن، الركن هو هذا الذي في القلب، عقد النية أي في القلب، ليس التلفظ هو الركن. التلفظ هذا من أجل ضبط يعني سنة يعمل بها لضبط النسك الذي دخل فيه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الركن هو الشيء الذي في القلب، عقد النية في القلب، عقد النية في القلب. ولهذا لو اختلف القلب واللسان
العبرة في ماذا؟ العبرة بما في القلب، أن الركن هنا، الركن هنا هو ما 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 في القلب، عقد النية التي محلها القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج. ما معنى لبى بحج؟ يعني لسانه نطق بالحج، هو نية عمرة لكن لسانه نطق الحج، أو العكس، كان يريد أن يعقد النية في قلبه حج لكن لسانه نطق بالعمرة. قال أن اللازم، هذا بالإجماع، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه، لا ما نطق به لسانه. فالمعتبر والذي هو ركن من أركان الحج وأيضا ركن من أركان العمرة ما يكون في القلب، عقد النية، عقد النية في عقد النية بالنسك الذي يريد، تمتعا أو قرانا أو إفرادا. نعم. قال حفظه الله: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: خرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا. ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. الطواف بالبيت هذا ركن من أركان الحج، وهو أيضا كما تقدم ركن من أركان العمرة. طواف بالبيت الذي هو ركن من أركان الحج هذا يكون بعد الإفاضة من عرفات، بعد الإفاضة من عرفات، وبعد أيضا الإفاضة من مزدلفة من المشعر الحرام، وأيضا من السنة أن يؤتى به بعد أعمال يوم النحر التي هي الرمي والنحر والحلق، يأتي بعدها، هذه السنة والأولى. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد الإفاضة، يأتي بعد الإفاضة، يعني يفيض الحاج من عرفات ثم يفيضون من مزدلفة ثم يفيضون إلى الحرم، الإفاضة إلى الحرم لأداء هذه النسك. ويسمى أيضا طواف الزيارة، يسمى أيضا طواف الزيارة. لماذا؟ لأن الأصل أن الحاج مكانه أين؟ منى، في يوم النحر وأيام التشريق مكانه الأصل أنه منى، فيذهب زيارة للبيت، يطوف ويرجع إلى مكانه، ولهذا يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. قال عز وجل: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، هذا كله يوم النحر، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي حديث عائشة لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت: فأفضنا يوم النحر، قالت: فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. من المعلوم أن إذا أكمل الإنسان أعمال يوم النحر، الرمي والنحر والحلق والطواف
والسعي بعدها إن كان عليه سعي، إذا كملها تحلل التحلل الكامل وأبيح له كل ما حرم عليه بالإحرام، هذا يسمى التحلل الكامل. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. عائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنها، أي صفية، حائض. قال حابستنا هي، هذا الآن يدل على أن هذا ركن لا يجبره شيء، لا بد من الانتظار والإتيان به. حابستنا هي يعني سننتظر إلى أن تطهر، سنبقى منتظرين حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف ثم نرحل إلى المدينة، هذا معنى حابستنا هي. قالت يا رسول الله أفاضت يوم النحر. ما معنى أفاضت؟ أي طافت طواف الإفاضة، هذا معنى أفاضت. أفاضت يوم النحر أي طافت طواف الإفاضة يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا، يعني ليس هناك ما يحبس. وسيأتي معنا أن طواف الوداع، طواف الوداع من واجبات الحج، من واجبات الحج، لكن في مثل هذه الحالة يسقط هذا الواجب، إذا حاضت المرأة أو نفست يسقط عنها هذا الواجب، ترحل ولا يجب عليها، لأن من شرط الطواف الطهارة، وأصبح معها حيض أو نفاس، فلا تتمكن من الطواف فيسقط عنها. لكن في طواف الإفاضة قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، يعني ما مانعتنا من السفر، ننتظر حتى تطهر. فأفاد الحديث أن طواف الإفاضة من فرائض الحج، من أركانه. قوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء. نعم. قال حفظه الله والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. الطواف هذا هو طواف العمرة، إذا كان عقد النية أن يعتمر، فأول ما يصل إلى البيت ويطوف هذا هو طواف العمرة الذي هو ركن من أركان عمرته. قال أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، مقصود بطواف القدوم طواف العمرة الذي هو أول القدوم، طواف القدوم يعني لأنه يفعل أول ما يقدم إلى البيت. نعم. قال حفظه الله والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما السعي للعمرة بعد الطواف، السعي للعمرة بعد
الطواف، وهو كما تقدم ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة، ودل عليها فعله عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن رجل طاف بالبيت في عمرتي ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته، قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالعمرة أركانها ثلاثة: النية والطواف والسعي. النية والطواف والسعي. نعم. قال حفظه الله: والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني، ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر رحمه الله في التقريب صدوق. فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي رحمه الله في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي رحمهم الله، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذه الطريق، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم، ولفظ الأثر عند ابن جرير رحمه الله في تفسير آية البقرة قالت: لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإسناده على شرط البخاري ومسلم. السعي للحج، وهو كما تقدم من أركان الحج، في حق المتمتع، في حق المتمتع ليس له إلا محل واحد، وهو بعد طواف الإفاضة. أما القارن والمفرد فله محلان، هو يختار ما شاء منهما، إما بعد طواف القدوم، وطواف القدوم في حق القارن والمفرد من سنن الحج، لا ليس من الأركان ولا من الواجبات، من سنن الحج. فمن كان قارنا أو مفردا ووصل إلى مكة وطاف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، فله في حق القارن والمفرد محلان: إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد طواف الإفاضة. وقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، استدلت بها عائشة رضي الله عنها على ركنية السعي. قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. استدلت بهذه الآية على ركنية السعي بين الصفا والمروة. وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس اسعوا
فإن السعي قد كتب عليكم، كتب أي فرض عليكم فريضة، كتب عليكم أي فرض عليكم، فرضه الله سبحانه وتعالى عليكم. نعم. قال حفظه الله: وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء. والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات الآية، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر: في الإجماع وأجمع على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها. هذا الركن الرابع من أركان الحج الوقوف بعرفة، وثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج عرفة، الحج عرفة. هذا مثل قوله الدعاء هو العبادة، مثل قوله الدين النصيحة، فقوله الحج عرفة هذا بيان مكانة عرفة في الحج، مكانة عرفة في الحج، وأنها ركن من أركان الحج. ومن لم يقف بعرفة فاته الحج، من لم يقف بعرفة ساعة من نهار أو ليلة جمع، ليلة مزدلفة، فإن الحج يكون قد فاته. ولهذا فإن الوقوف بعرفة هو الركن الذي يفوت الحج بفواته، هو الركن الذي يفوت الحج بفواته. لماذا؟ لأن له وقت محدد، إذا انتهى الوقت فات الحج. إذا طلع الفجر من يوم النحر اليوم العاشر، والمرء ما أدرك وقوفا بعرفات، فإن الحج حينئذ يكون قد فاته. جاء في الحديث حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ كيف الحج؟ قال: الحج عرفة. قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل الصلاة، صلاة الفجر ليلة جمع، فقد تم حجه. من جاء يعني أدرك الوقوف ولو ليلا قبل صلاة الفجر، قبل أن يؤذن لصلاة الفجر أدرك ولو لحظات يسيرة وقوفا بعرفة، فقد أدرك الحج. إن أذن الفجر وهو لم يصل إلى عرفات فاته الحج. قال ابن المنذر: أجمع على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها. نعم. قال حفظه الله: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. الحديث هنا عن واجبات الحج وواجبات العمرة، والحج له سبع واجبات والعمرة لها واجبان. واجبات الحج والعمرة ما هي؟ قال: هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يأتي بها جبرت بدم. في الصلاة ماذا نقول؟ هي التي يجب الإتيان بها، فإن لم يأتي بها جبرت بسجدتي
السهم. الدم هذا يسميه العلماء دم جبران، يسميه العلماء دم جبران. لماذا؟ لأنه نسي نسك أو ترك نسك، يعني ترك واجب، فيجبره بدم، يجبر هذا النقص بدم. فالواجب هو الذي يجب الاتيان به، وإن لم يأتي به جبر بدم، جبره بدم. وهذا الدم ليس مثل الهدي، هدي التمتع وهدي القران. هدي التمتع والقران من السنة أن يأكل منه صاحبه، من السنة أن يأكل من صاحبه. أما هذا لا يأكل منه، هذا خاص بالفقراء، يذبح ويقدم للفقراء ليجبر النقص الذي حصل في حجه. قال: لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. الآن لما تنظر أعمال الحج من واجبات وأركان وسنن، هذه كلها من نسك الحج، من النسك. لكن ينتبه هنا أن قول ابن عباس من نسي من نسكه ليس المراد الأركان، قطعا ليس المراد الأركان. لماذا؟ لأن الركن لا يجبر، لا بد من الاتيان به، مثل الصلاة أركانها لا يجبرها شيء، لا بد من الاتيان به. وليس المراد أيضا السنن، السنن من فاته منها شيء فاته أجرها وليس عليه شيء. إذن المراد هنا بقول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه أي واجبات حجه، واجبات حجه وهي سبعة كما سيأتي. من نسي من نسكه شيئا أو تركه، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، يعني ليذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم ولا يطعم منها، لا يأكل منها شيئا، وإنما تكون خالصة يطعم بها الفقراء. نعم. قال حفظه الله: والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. الواجبات في العمرة، الواجبات في العمرة اثنان، وهما الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير، هذه واجبات العمرة. عرفنا أن أركان العمرة ثلاثة، وواجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير، هذه واجبات العمرة. والحج واجباته سبعة: الأول الإحرام من الميقات، الأول الإحرام من الميقات. نحن مر معنا في الأركان ماذا؟ الإحرام، مر معنا في الأركان الإحرام. الإحرام من حيث هو عقد النية هذا ركن، لكن كونه من الميقات هذا ماذا؟ واجب. كونه من الميقات واجب، يعني لو أن شخصا تجاوز الميقات ونسي الواجب عليه أن يرجع، لكن لو عقد النية بعد أن تجاوز حصل الركن أو لم يحصل؟ حصل الركن، لكنه فاته ماذا؟ الواجب. إذن الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. نرجع مرة ثانية: شخص تجاوز الميقات نسي وما انتبه إلا وقد مشى 100 كيلو من الميقات، إن عقد النية بعد هذه المسافة فعقد النية صحيح ودخل في النسك، أتى بالركن
لكنه فاته ماذا؟ فاته واجب، فيلزمه مثل ما تقدم عن ابن عباس أن يذبح شاة لفقراء الحرم ليجبر هذا الواجب الذي فاته وتركه، أو يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات حتى يأتي بهذا الواجب من واجبات الحج. وهذا هو الأصل، الأصل أن الحاج يعمل على تتميم حجه امتثالا لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. ومن الخطأ، إذا كان الشخص موسرا عنده مال أن يتهاون في بعض هذه الواجبات ويقول لا إشكال أذبح شاة، بل الأصل أن يعمل على تكميل هذه الواجبة، لكن إن حصل نسيانا أو ترك فهناك ما يجبره، وهو أن يهرق دما. إذن الإحرام من الميقات هذا من واجبات الحج، أما الإحرام من حيث هو فهو ركن من أركان الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال هن، يعني المواقيت لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. يعني الآن مثلا وقت ذي الحليفة لأهل المدينة، ذات عرق لأهل العراق، ثم قال هن لهن، يعني لأهل هذه المدن التي حددت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مثل الذين يأتون الآن إلى المدينة ومنها يذهبون إلى الحج، ميقاتهم ميقات أهل المدينة، ذو الحليفة كلهم ميقاتهم ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، وليس له أن يتجاوزه إلى ميقاته الأصل. ميقاته الأصل لو كان جاء إلى مكة مباشرة ومر بميقاته يحرم من ميقاته، لكن ما دام أنه جاء إلى المدينة وسيخرج من المدينة حاجا، ميقات أهل المدينة هو ميقاته الذي هو ذو الحليفة. قال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ يعني من بيته الذي أنشأ منها، الذين دون المواقيت، وأهل مكة من مكة، وهذا محمول على الإحرام بالحج، على الإحرام بالحج. أما الإحرام بالعمرة فإنه يخرج ماذا؟ يخرج إلى الحل. من مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. نعم. قال حفظه الله: الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله، وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله، وللمقصرين قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الركن الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال، نعم، هذا الواجب الثاني من واجبات الحج، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة. الإحلال يعني التحلل، تحلل من الحج أو العمرة، فيكون بالحلق أو التقصير، مخير بينهما، إما أن يحلق أو أن يقصر. ولما يقصر يعمم شعر الرأس كله، لا يفعل مثل ما يفعل بعض العوام، يأخذ طرفا قليلا من يمينه وطرفا قليلا من
من يساره وشيء قليل من الخلف، هذا ما يكفي، ما يكفي للتحلل. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. فإذا حلل تحلل إما بالحلق للرأس كله أو بالتقصير للرأس كله. رأيتم الآن لو أن رجلا أراد أن يتحلل بالحلق وفعل مثل ما يفعل هؤلاء، حلق قليل، حلق قليل من طرف رأسه يمينا وشمالا ومن الوراء، حلق قليل بالموس، هل يعد حالقا لرأسه؟ محلقين رؤوسكم، مثلها المقصر. المقصر هذا الذي يأخذ قليل من الأطراف، ما قصر رأسه، قصر بعض رأسه، شيء قليل من رأسه، والمطلوب تقصير الرأس بحيث يعمم. وهو مخير بين أن يحلق أو يقصر، كل منهما يحصل به التحلل، لكن الحلق أفضل، أفضل لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله قدمه في الآية، قدمه في الآية، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حلق، تحلل في حجه بحلق، لم يتحلل بتقصير، فهذا أوفق لماذا؟ لفعله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث في هذا الحديث، دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، ثلاث مرات يقول اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات يقول اللهم اغفر للمحلقين. إذا حلقت أصابتك هذه الدعوة وصار لك نصيب منها، صار لك نصيب من هذه الدعوة، إذا حلقت صار لك من نصيب من هذه الدعوة المكررة من النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاث مرات. اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين في الرابعة، قال وللمقصرين. نعم. قال حفظه الله: والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. هذا الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. نحن عرفنا في الأركان أن الوقوف بعرفة ركن، أن الوقوف بعرفة ركن. إذا ما هو الواجب؟ الواجب أن يقف إلى الغروب، أن يقف إلى الغروب. رأيتم لو أن شخصا وقف بعرفات من الزوال وهو واقف، وقبل الغروب بنصف ساعة خرج إلى مزدلفة، هل فاته الركن؟ ما فاته الركن، أداه، لكن فاته ماذا؟ واجب من واجبات حجه. فإذا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج. قال جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. وقال في الحديث: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. الآن لاحظ في، وهذا سيأتينا في المبيت من مزدلفة، المبيت من مزدلفة إلى متى؟ إلى
أن يصلي الفجر وأيضا بعد الصلاة يذكر الله إلى قبل طلوع الشمس، لكن هناك رخصة، هناك رخصة لانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، النساء والضعفة ومن في حكمهم بعد منتصف الليل، لكن لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص لأحد أن ينصرف من عرفة قبل الغروب، لم ينقل أنه رخص لأحد أن ينصرف من عرفة قبل الغروب، بل وقف عليه الصلاة والسلام إلى أن غابت الشمس وقال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا الوقوف بعرفة إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا من واجبات الحج. نعم. قال حفظه الله: الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. هذا الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة جمع، ليلة العاشر من ذي الحجة، لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مشعر الحرام هو مزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بات بها في مزدلفة حتى أصبح، وصلى بها الصبح، ثم أخذ يدعو ويذكر الله عز وجل إلى ما قبل طلوع الشمس، إلى ما قبل طلوع الشمس. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، يعني بعد منتصف الليل رخص لهم بالإفاضة إلى منى. الترخيص هل هو يكون ترخيص من أمر مستحب؟ المستحب من فعله أثيب، ومن تركه لا شيء عليه. إذن الترخيص يدل على أن هذا الأمر الذي رخص لهم فيه واجب، فالترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص، لو كان سنة ما يحتاج إلى ترخيص، لأن السنة إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لا شيء عليه، فاته الثواب والأجر. نعم. قال حفظه الله: الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. هذا الواجب الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر، رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق،
ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، فهذا الرمي ما من واجبات الحج، هذا الرمي الذي هو للعقبة يوم النحر وللجمرات الثلاث أيام التشريق، هذا من واجبات الحج، ويدل على وجوبه، يدل على وجوبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة، أي لا يبيتون في منى، رخص لهم في ترك المبيت، يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، يرمون يوم النحر ويوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر يجمعونه في أحدهما، إما أن يرمون نصيب اليومين في يوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر. إذن هذا الترخيص يكون ماذا؟ يكون عنا في واجب، هذا في واجب ترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم كما أسقط البيتوتة، عدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه، دال على وجوبه. نعم. قال حفظه الله: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه المتقدم: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. هذا الواجب السادس من واجبات الحج، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن أراد أن يتأخر، ولليلتين لمن أراد أن يتعجل، كما قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. ويدل على أن المبيت بمنى أيام ليالي التشريق من واجبات الحج ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للسقاة. استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، وأيضا رخص للرعاة، رعاة الأغنام، لحاجتهم أن يكونوا قريبين منها فرخص لهم، وأيضا من كان في حكمهم من الأطباء أو الجنود أو غيرهم الذي يقتضي عمله أن يكون خارج منى، هؤلاء رخصوا، رخص لهم، والرخصة إنما تكون من ماذا؟ من واجب. فهذا مما يدل على أن المبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج. نعم. قال حفظه الله: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا، رواه البخاري ومسلم.
وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. هذا السابع من واجبات الحج طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا يدل على وجوبه عدة أدلة، منها فعله عليه الصلاة والسلام طاف للوداع عند خروجه من مكة صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وأمره الناس أن يكون آخر عهد بالبيت أمر بذلك، وأيضا نهيه نهى أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، وأيضا الترخيص، ترخيص للحائض، وغير أنه خفف عن الحائض، الترخيص هذا يدل على أنه ماذا؟ أنه واجب، أن رخص لها في ترك واجب، لا يكون الترخيص في ترك مستحب. ثم بعد ذلك المستحبات، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم يا ربنا نسوكهم، وتقبل منهم بقبول حسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.